بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ما يرضيك وجنبنا كل ما يسخطك يا سميع يا عليم. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار العدوان. نعود والعود مبارك إلى الآية الحكيمة، وهنا أعني الآية الأولى من سورة محمد عليه صلوات الله وسلامه أبد الآباد بحق رب العباد. الذين كفروا ورثوا القرآن كله، شوفوا من هم الكافرون. مش كيد لسانه، الإنسان عنده جزء في الكفر، لكن حقيقة الإنسان أو حقيقة الجان هي أخطر، لأن الكفر مش حاجة بسيطة جريمة قد نغض على الطرف، لا أبدا مستحيل. الذين كفروا، ثبتوا روحكم يا ناس، زيهم الوهم مجريان وراء سراب سراب، وكان سببه منا شيطان رجيم وهو يأس من الرحمن. الذين كفروا، إذا مفعول بكم أنتم يا إنس والجان الثقلان، في معظمكم أنتم من ملة الكفر، وتحبوا ولا تكرهوا هذه حقيقتكم. ولحد الآن حبيتوا تفهموا اللي حالكم تتطلب اختصاص في فهم القرآن حتى يوصل لكم التشخيص الذي يتماشى مع حالكم، لأنكم يعني أنتم سوسون دي ديليرون في هذين، خطير جدا من أخطر الأمراض العقلية، يعني لا وعي لكم حقيقي. لذلك أنتم كفار تخلوا روحكم مني، ولذلك تؤذون باتهام بما ليس فينا، ما لم نقله وما لم نباشره أنتم تطلقونه بنا، بينما الحق هو أن الكفر هو سبب هل إسقاط هدايا. لو كنتم مؤمنين كنتم إخوانا لنا حقيقة، إخوان ولا شك في أخوتكم. الذين كفروا، وزيد الجريمة الثانية، سنعود إلى بعض التفاصيل إن شاء الله الرحمن الرحيم.